وطالبين فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول بالتدخل في هذه الحل لهذه المشاكل حقيقة اللي هي مشاكل ما عادت تطاق. اليوم تياها المياه متحكمة فيها شركة إنقال أمسام، النسبة اللي تعطي منها ما يعرفها لا هي ولا تتكافي لدشر غطان. الصهاريج جا ضغط كبير من المؤسسات من جمعية أخرى كيف أفاج وكيف شركات صينية أخرين عاد تأخذ المياه هم اللي موجهة شر المياه الشرب الموجهة للمواطنين العاديين. المواطن اليوم الصهاريج ما هم قاعدين يجبروا لا المواطن لا ما هو قاعد يجبر ما يشتريها ولا شيء ولا عن طريق الحنفيات. تم قطاع المياه تم إسناد له تجديد شبكة الأنابيب المياه وتم تجديدها على كل حال قام قطاع الهندسة العسكرية بالعملية إلا أنه هذه الشبكة ما زالت خارج الخدمة. هم مصنع لتحلية المياه كان معول عليها أنه يغطي هذا النقص الحاصل هو الآخر مولي خارج الخدمة حتى الآن ما فات حد مشاريع المياه ما زالت واقفة خارج الإطار كامل. المدينة على كل حال تحت موجة عطش شديدة جداً